السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم احبتي مع اللقاء الرابع في تفسير الاحلام عموما ومع تفسير الميت وما يتعلق به خصوصا. اللقاء الرابع النهاردة في تفسير الميت وما يتعلق به، لو ان انت سيادتك شفت في المنام ان هذا الميت اغتنى، شفته في المنام بقى غني، دي معناها على راحة، معناها تدل على راحة الميت في الآخرة. طب لو شفت سيادتك ان الميت ده افتقر، طبعا عكس الأول على طول، مش محتاجة الكلام دي، ان الراجل ده تعبان في آخرته وبيحتاج طبعا من أهله، سواء إذا كنت انت مثلا قريبه أو شفت الواحد تاني تبلغهم ان الميت بتاعكم يحتاج إلى دعاء أو إلى صدقات أو إلى آخره. طيب من رأى ميتا يموت مرة أخرى في المنام، أنت عارف إن ده ميت وشفته بيموت تاني، دي من أسوأ تفسير الرؤى بالنسبة للإنسان اللي هيشوفها. معناها ومع شديد الأسف طبعا كل بقدر الله سبحانه وتعالى أنه سيموت أحد من أهل بيتك. شفت ميت في المنام وعارف إنه ميت، والراجل ده بتشوفه في المنام انه بيموت تاني، دي معناها ان في احد اهل اقاربك او اهل بيتك سيلقى الله سبحانه وتعالى. طيب لو شفت ان انت بتزور القبور ستسمع اخبار سعيدة، زيارة القبور في المنام بس فقط انك تريح القبور تزورها، معناها ان انت هتسمع اخبار سعيدة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب من رأى انه يبحث عن قبر احد من اهله وهو يعرفه، انت دخلت القبور وبتدور على قبر امك او قبر ابيك او قبر اخيك، بتدور بتدور مش عارف توصل، دي معناها ان انت في حياتك الدنيا انت شايف ان انت قدامك امر انت بتبحث عنه وسيحدث لك بفضل الله تبارك وتعالى. طيب من رأى قبره في المنام، انت شفت قبرك في المنام فجأة كده وانت نايم لقيت نفسك قدام القبر وانت في المنام عارف ان ده قبرك، دول اعداء يتربصون بك. اشارة اخي الكريم بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انتبه لك اعداء. طيب من رأى انه يزور قبر احد اقاربه ووجده فارغا، ده دليل على الاحباط، انت في امر شغلك وهتحبط في هذا الامر. طيب المرأة لما تشوف نفسها انها بتنام في القبر، يعني الاخت الكريمة ان انت ليكي صديقات سوء، ربنا بيقول لك انتبهي، انت في المحيط بتاعك في اصدقاء سوء، انتبهي وخلي بالك خلي بالك منهم. طيب من رأى انه دفن في قبر ثم اختفى، او دفنت واحد تعرفه ثم اختفى، دي معناها ان انت هتواجه مشكلة غامضة في حياتك مش هتعرف تحلها، ان انت تدفن واحد وفجأة في الحلم مش لاقيه مع ان انت لسه دفنه، دي معناها ايه؟ هتقابلك مشكلة غامضة في حياتك وانت مش هتعرف تحلها. طيب حتة بقى انت لو شفت ميت بيقبلك او انت شفت ميت بتقبله، دي معناها ايه؟ دي معناها خير، لو ان الرجل ده من أهل بيتك ستنال شيئا من تركته، هيعود عليك شيء من تركته سواء أنت بتقبله أو هو بيقبلك. دي كانت بعض العلامات النهاردة في اللقاء الرابع، نكمل إن شاء الله في اللقاء الخامس إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش أحبتي تابعونا.